المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه انجلترا صعدت بعد ما كسبت النهارده ويلز 3-0، وبرضه كنا متوقعين كلنا ان انجلترا تصعد اول المجموعه. بدايه قويه قدام ايران اللي عملت اسوأ ماتشاتها قدام منتخب انجلترا. نعم. وبعدين انجلترا حيرتنا. منتخب انجلترا منتخب محير. راشفورد جاب جون. نعم. حلو جدا يا كابتن قوي. يعني النهارده مفاجاه انه بدا بيه هو وفيلفودن والاثنين جابوا الثلاث اجوال. خليني اقول لحضرتك ان هو مغير اربع تغييرات. ثلاث اللعيبه اللي بيلعبوا تحت هاري كين هو غيرهم النهارده، حط بلينجهام حطه كانه بلاي ميكر، وحط راشفورد، وحط فيل فودن اللي واخد كل الانتقادات تخيلها من كل الناس في انجلترا. حتى دروجبا نفسه طلع اتكلم قال له انت فودن ده عامل زي ميسي في الارجنتين. نعم. عامل زي نيمار في البرازيل، ازاي بقى عندك فودن وتقعده؟ النهارده لعب راشفورد، سجل جونين النهارده. نعم. راشفورد بقى من هدافين البطوله بالمناسبه، عنده 3 اهداف. زيه زي امبابي، زي بالظبط زي اينر فالنسيا وزي جاكبو لعيب هولندا. لعيب هايل، لعيب كويس جدا. نعم. جدا يعني ده بيلعب في ايندهوفن وبرده من اللعيبه اللي يحسب لفانجال طبعا. هو السنه دي كمان متالق مع ايندهوفن بشده. نعم. يعني الحقيقه لأنه كله كان متوقع انه اللي هيبدا منفيس ديباي، لكن هو راهن على كاكبو وكسب الرهان، وبعدين بيستغله احسن استغلال. ساعات. نعم. يلعبه تحت الاثنين فراودة، او ساعات يلعبه هو فرد ويلعب بحد تحتيه، هو ولكن لعيب لعيب كويس جدا. نعم. جدا يعني الحقيقه. فمنتخب انجلترا النهارده عمل شوط تاني احسن بكتير من الشوط الاول. منتخب ويلز هو اللي مفاجاه سيئه للكل. يعني انا كنت خايل ان ويلز متوقع. انا زعلت اول ما كسبوا اوكرانيا زعلت حضرتك. نعم. في التوقعات انا فاكر حضرتك قلت امريكا. انا كنت قايل ويلز اعتقد. انا عايز اتاكد بس ان انا قلت هولندا والسنغال. حضرتك قلت هولندا والاكوادور. كنت بتكلم على الاكوادور، فغالبا حمست حضرتك. قلت انا سنغال. اسلام هولندا والسنغال يا كابتن. احنا اللي انت كنت عاجبني في بدايه الحلقه. معلش سرحت بس مني دي. انا قلت هولندا والسنغال يا اسلام. حضرتك قلت هولندا والسنغال وقلت ان السنغال تكسب الاكوادور في الاخر. طيب